في السياق، أقر اجتماع عسكري برئاسة عضو مجلس القيادة الرئاسي سلطان العرادة إجراءات وآليات تنفيذية لتلبية الاحتياجات العاجلة للقوات المسلحة في الجوانب المالية واللوجستية والإدارية. مصادر رسمية قالت إن الاجتماع الذي انعقد بمأرب وشارك فيه رئيس الوزراء أحمد بن مبارك تطرق إلى الجهود المبذولة لرفع قدرات الردع القتالية للقوات المسلحة على المستويين التكتيكي والاستراتيجي، ورفع مستوى الجاهزية لأي خيارات في المعركة الوجودية المستمرة لاستكمال استعادة الدولة وإنهاء انقلاب ميليشيا الحوثي الإرهابية. وأكد اللواء العرادة اهتمام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بدعم المؤسستين العسكرية والأمنية وحرصهما على تحسين أوضاع منتسبيها والمضي قدما في مسار الإصلاحات لتصويب الأداء والتحديث والتطوير لقدراتهما في عدد من الجوانب. يشار إلى أن صرف مرتبات الجيش الوطني تمثل أحد أهم المطالب التي يجري عرقلتها باستمرار رغم التذكير بها في مناسبات وأوقات مختلفة، كان آخرها في 18 من هذا الشهر، وتضمنت رسالة لعدد من النواب إلى رئيس الوزراء. بالعودة إلى خبر الاجتماع العسكري الذي كان في مأرب بقيادة عضو المجلس الرئاسي سلطان العرادة وبحضور رئيس مجلس الوزراء أحمد بن مبارك، انضم معنا رئيس تحرير موقع مأرب بريس أحمد عائض. سيد عائض، أهلا وسهلا بك. إذن في البداية حدثنا عن آلية أو حيثيات هذا الاجتماع وآلية انعقاده. مرحبا أخي الكريم وكل المشاهدين الكرام. طبعا هذا الاجتماع يأتي في سياق اهتمام الرئاسة اليمنية أو المجلس الرئاسي بالوضع العسكري والأمني بمحافظة مأرب، كونها تحتوي على أكبر عدد من المناطق العسكرية، وخلال الفترة الماضية ظهرت للعيان الكثير من عوامل العجز والقصور كعوامل مالية وعوامل التسليح إلى آخره. فكانت هذه الزيارة يعني لوضع الحكومة اليمنية أمام الاحتياجات العاجلة للجيش الوطني والمؤسسة العسكرية والمؤسسة الأمنية، وتم مكاشفة رئيس الوزراء ووزير المالية وكل الجهات العلاقة بكل احتياجات الجيش والأمن بصراحة مجردة، وكان هناك مكاشفة يعني من كلا الطرفين. رئيس الوزراء اطلع عن قرب عن المكونات العسكرية وعن الدور الأمني بمحافظة مأرب، ولذلك أعتقد أن هذه الزيارة ستحدث انفراجة عاجلة في احتياجات الجيش التي يمكن القول أن ثمة مؤسسات يعني ربما تكون ممثلة في البنك المركزي اليمني ببعض العوائق أو مشاكل السيولة المالية التي أثرت سلبا فيما يتعلق بموضوع الرواتب واستحقاقات وزارة الدفاع المالي إلى آخره. نعم نعم سيدي، يعني شهدنا بالآونة الأخيرة النشاط يعني بوزيارات متتالية في هذه الجبهة لجبهة مأرب، ودائما يكون يعني على رأسها سلطان العرادة. يعني على ماذا تدلل هذه الاجتماعات المتتالية؟ طبعا يأتي في سياق الكل يدرك أن جبهة مأرب هي رأس الحربة يعني في موضوع تحرير الجمهورية اليمنية، وهي في مواجهة السلطة الحوثي الأول يعني خاصة وأولا لقربها من العاصمة صنعاء، والأمر الثاني على احتوائها على مواقع أو أماكن استراتيجية يعني تهم الشرعية في مقدمتها المنشآت النفطية والغازية إلى آخره، ناهيك على أنها تعتبر أهم معاقل الشرعية، فأي تفريط في هذه الجبهة يعني تفريطا كبيرا في بقية الجبهات. كل ما يجري هو يأتي في سياق دعم هذه الجبهة المهمة استراتيجيا للشرعية في كل ما يمكن إنجازه. دائما يتكرر نقطة يعني انتظام مرتبات الجيش، برأيك يعني هل بعد كل هذه الاجتماعات فعليا سيكون هنالك انتظام لدفع استحقاقات الجيش الوطني؟ أعتقد أن موضوع الاستحقاقات المالية يعني لكل موظفي الدولة وفي مقدمة وزارة الدفاع يعني هي مرتبطة أولا بقضية
جدية البنك المركزي الذي هو دائما يختبئ يعني أو يحاول أن يتحدث عن موضوع عدم وجود السيولة، وحول هذا يتحدث على أن هناك أزمة مالية للشرعية، خاصة وأنه لم يعد هناك تصدير لا للمشتقات النفطية ولا للغازية، وكل موارد الدولة السيادية يعني تم توقفها، وهذا انعكس سلبا على موضوع الجيش وعلى رواتب حتى الحكومة اليمنية التي في الخارج. هذه أبرز السلبيات. شكرا لك رئيس تحرير موقع مأرب بريس السيد أحمد عائض.